أهلا بكم وأمسية طيبة. في أول خبر، الفاف تراقب عن قرب إنزو ستيرلان أفريقو الجزائري نجم منذ عدة أشهر. كثفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهودها لاستقطاب المواهب الثنائية لتعزيز الوطن الجزائري، ولا تقتصر هذه الخطوات على اللاعبين المحترفين وذوي الخبرة فحسب، بل تمتد أيضا إلى المواهب الشابة على أمل دمجهم في المنتخب الوطني في المستقبل القريب. ومن بين هذه المواهب الشابة يبرز بشكل خاص إنزو ستيرلان، وهو معجزة حقيقية في نادي أولمبيك مارسيليا. بالنسبة لعشاق كرة القدم في فرنسا وخاصة أولئك القريبين من ملعب فيلودروم، يعد إنزو ستيرلان اسما أساسيا. سجل المهاجم الفرنسي الجزائري بالغ من عمر 16 سنة 11 هدف في 21 مباراة في البطولة الوطنية تحت 19 عاما مع فريق شباب مارسيليا، ووضع نفسه كواحد من أعظم آمال مركز تدريب مارسيليا منذ سمير الناصر في بداية عام 2000. بفضل والدته أصلا من ميلا في الجزائر، أصبح إنزو ستيرلان مؤهلا لتمثيل ثعلب الصحراء. ومن هذا المنطلق بدأت الفاف اتصالات مع اللاعب ووالديه لتشجيعه على الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري في المستقبل. ومع ذلك لا توجد خطط لدمجه في فرق الشباب الجزائرية، لأن المهاجم يلعب حاليا مع فريق فرنسي تحت 19 عاما، حيث لم تتم ترقيته فحسب، بل أصبح إيش يقنعه كيجف العودة للخضر بعد الاعتزال. كشفت التقارير الإعلامية الجزائرية عن تواصل الناخب الوطني بيتكوفيتش مع حارس المرمى المخضرم أوكيجا، وذلك في إطار سعيه تعزيز خيارات حراسة المرمى تحسب الاستحقاقات القادمة، خاصة مع تذبذب مستوى الحارسين زغبا وماندريا في المباريات الأخيرة. ويعد أوكيجا حارس المنتخب الجزائري السابق من أبرز حراس المرمى الجزائريين في تاريخه الحديث، حيث سبق له أن حمل قابس الخضر كما شارك في كأس أفريقيا 2019 التي توجد بها الجزائر. ويعزى في الفترة الأخيرة إلى قراره الاعتزال دوليا بعد كأس أفريقيا 2021 بالكاميرون، رغبة منه في التركيز على مسيرته الاحترافية مع نادي مانس وعدم حصوله على فرصته في تواجد الحارس المبلحي. ولكن عودة أوكيجا إلى عاري الخضر تبقى ممكنة، خاصة مع تقديم مستويات جيدة في الدوري الفرنسي ونقص الخيارات المميزة على مستوى حراس المرمى في المنتخب الوطني. وينتظر أن تحدد أيام قادمة مصير عودة أوكيجا إلى المنتخب، حيث سيتخذ بيتكوفيتش قراره النهائي بناء على احتياجات الفريق ورغبة اللاعب نفسه.